أفاد مكتب صرف بأن مبيعات الفوسفات ومشتقاته تضاعفت مع ما تم الماضي، لتصل إلى أكثر من 47 مليار درهم مقابل 24 مليار درهم مع ما تم 2021. وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات التجارية الخاصة بالمبادلات الخارجية أن هذا التطور يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية زائد 17 مليار درهم نتيجة تأثير السعر الذي ارتفع بأكثر من الضعف 8354 درهم للطن مع ما تم 2022. من جهة أخرى أشار المصدر داسو إلى أن الكميات المصدرة انخفضت بنسبة 10%. كما كشف مكتب الصرف عن تسجيل ارتفاع في صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 24% لتصل إلى 40 مليار درهم، وذلك بعد الزيادة المتزامنة في مبيعات الصناعات الغذائية زائد 28.9% والفلاحة والحراجة والقنص 19%. وأبرز أن صادرات السلع بلغت 176 مليار درهم مع ما تم الماضي مقابل 125 مليار درهم قبل سنة من ذلك، أي بنسبة نمو بلغت 40%. وتتعلق هذه الزيادة بالصادرات في جميع قطاعات لا سيما الفوسفات ومشتقاته وقطاع السيارات وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية. نشكركم على حسن المتابعة.